السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. وفيديو نهار اليوم يجيكم كامل هنيين ومتهنيين. وصفتنا لنهار اليوم راح تكون احلى دونات تقدري تحضريهم في اخر لحظه وانتي ما عندك ني حليب ني بيض. كما راكم تشوفوا هايلين هايلين من الداخل، كيفاش جايين اسفنجيين مقطنين وما هم شاربين زيت. المهم باش تعرفوا مراحل وطريقه تحضير هذه الوصفه تبعوا معنا للاخير. نحتاجوا 400 غرام فارينه، 3 كيسان غير ربع، يعني 3 كيسان الكاس الثالث نحيو منه ربع كاس، باكي تاع خميره الحلويات، مغرف كبيره ممسوحه غير مملوءه تاع خميره الخبز، 3 مغارف كبار تاع سكر، مغرف كبيره تاع مارغرين ما يعادل 40 غرام، عندي مغرف كبيره تاع نشا ما يعادل 20 غرام، عندي ملعقه صغيره ممسوحه تاع الملح، فانيليا وكاس تاع ماء. انا راح نستعمل العجانه. البنات اي فيديو تشوفوه، اي وصفه تشوفوها بالعجانه اكيد راح يكون البديل تاعها اللي هو يدينا، يعني اذا استعملنا هذا الاس راح يعني راح نعجنوه تما نقدروا نعجنوه بيدينا. اذا استعملنا الضراب الكهربائي الضراب تاع العجانه راح نستغناو على العجانه ونديرو بالضراب الكهربائي. سبقت في الزبده، درتها مع الفارينه، خبطتها مليح مع الفارينه باش تدخلي في هذيك الفارينه. من بعد ضفت كامل المكونات، واخر حاجه درتها هي السكر والخميره، ولحت عليهم الماء الدافي، ضروري يكون دافي باش تخمر لنا تتفاعل الخميره وتخمر لنا العجينه. كما راكم تلاحظوا خليتها تتعجن حوالي 4 دقائق هكاك، قيس ما تلمت لي، ماشي شرط تدلكوها هذاك الدلي كيما المطلوع ولا كيما البريوش ولا. نتحصل على هذا العجين كما راكم تشوفوا، يكون رخو ما يكونش طري لدرجة انه يتلاصق في اليد، شوفوا طري بصح ماهوش يلصق لي في يدي، وما يكونش يابس. راح ندهن يدي بشوية تاع زيت وندهنها هي وندهن هذاك البول، ونخليها تخمر في مكان دافي، يا اما تحطيها مقابل الفرنو يا اما تحكمي الفرن تاعك تدفيه وتطفي عليه وتحطي العجينة تاعك تخمر. المهم تسخنيهش، دفيه برك، كون تسخنيه راح يفزد لك العجين تاعك وما يخملكش من بعد. انا يا خليتها نصف ساعه، انتيا نصف ساعه هذه شوفي اذا خمرت لك الله يبارك، اذا شتيها مازال ما خمرش تقدري تزيدي لها المده حتى ل 45 دقيقه. بعد ما خمرت كيما راكم تشوفوا العجينه تاعي راح نكسر لها الخمور بلا ما نعاود نعجنها، يعني نكسر لها الخمور برك غير نحيها من البول ونقسمها. انا راح نقسمها الكريات باش نبسطهم فرد مره، احسن ما اني نبقى كل مره نفرد العجينه نحل العجينه ندير لها الفرينه راح تنشف لي وتعبني في الخدمه. راح نشكلهم كريات صغار هكا كيما راكم تلاحظوا، قد بعضهم يكونوا قد بعضهم، تبغي توزني تبغي ما توزنيش، يعني عينك ميزانك. الحبه تاع الدونات تاعك قد ما بغيتيها راح ديري انت الكريه هذيك. عندي بلاطو اللي فرشت فيه ورق الزبده كيما راكم تلاحظوا، ونبدا نحل العجين تاعي بهذه الطريقه، يعني تقرصي بيدك ولا بالحلال كيما بغيتي. انا راح نحلها بالحلال كيما راكم تشوفوا باش تجيني على مستوى واحد، لكن تقدروا تستعملوا يديكم عادي جدا. راني نحلها البنات فوق ورق الزبده باش تساعدني في الخدمه ما تلصقش وما نبقاش كل مره نضيف لها في الفارينه. بعد ما نحل العجينه كيما راكم تشوفوا راح نجيب قمع، عندي قمع راح ندير به هذاك الثقب في النص. انا عندي الاداه الخاصه بالدونات بصح ولادي وضروها لي ما لقيتهاش، فاضطريت اني نحلها هكا. وتقدروا يعني تطبعوا طابع مدور اذا مثلا حليتوا العجينه ما بغيتوش تتبعوا الطريقه تاعي تحلوها عجينه، تطبعوا بكاس ولا بطابع هكا مدور وتثقبوها كما راكم تلاحظوا بهذا الطابع. اذا حبيتوها صغيره تقدروا تستعملوا الطابع تاع الصابلي الكبير. خلاص كل مره راح نحل فوق ورق الزبده بلا اضافه الفرينه بلا ما نرش الفرينه، ونستفها في البلاطو اللي فرشته بورق الزبده، لانه فيما بعد ورق الزبده هذاك راح نقليه به، يعني راح نقليه بورق الزبده يخمر فيه ونهزو به باه ما يكسر ليش الخمور وما يفزد ليش الشكل نتاعو. بعد ما طبعتهم كيما راكم تلاحظوا دوك الكريات صغار ما عاودتش عجنتهم، راح نقليهم هكاك، نغطيهم ونخليهم يزيدوا يخمروا للمره الثانيه حتى يتضاعف الحجم تاعهم. كي تشوفوهم الحجم تاعو ضاعف وكي تهزوا الحبه تحسوها باللي راهي خفيفه عرفوا باللي الدونات تاعكم راهم خامرين. بعد ما خمروا كيما راكم تشوفوا بديت نجرب الزيت، يعني الحراره تاع الزيت راح نتستيها بهذه الكريات صغار هكا باش نتحكم في درجة الحرارة تاع النار.
قليتهم هما الاولين كما راكم تشوفوا، جاو هايلين شبه العوامات. فكره يعني انه تتعسل وتحطوها في السهره لخاطر جاو من قرمشين لانهم صغار. بالنسبه للحبات تاع الدونات كيفاش راح ندير؟ بالمقص كما راكم تشوفوا راح نقص ورق الزبده، نقصهم عادي يعني تبغيو من النهار الاول تقصوهم قصوهم كيما بغيتوا. انا ما بغيتش نضيع الوقت وانا نقصو كلش، قلت كي نجي نقلي نقص فرد مره وخلاص. كما راكم تلاحظوا في نفس المقله دائما كنا جربنا الزيت تحكمنا في درجه الحراره، راح نحط هذوك لي دونات تاوعي يتقلاو، وبعد ما نحطهم مباشره قبل ما نسناهم يحمروا على الوجه السفلي اللي راهم يطيبوا عليهم، راح نسحب هذوك الاوراق تاع الزبده باش نخليهم يحمروا ويطيبوا في راحتهم. لخاطر اذا خلينا ورق الزبده راح يجيني شغل مطبب لوجه تاع الحبه من تحتها، راح تجي مطبه جهه تحمر وجهه تبقى هكاك بيضه، ونبقى نراقب فيها غير نشوف الحبه تاعي بدات تحمر ماشي حمرت يعني صفارت رايحه للاحمرار، نقلبها مباشره نتحصلوا على اللون هذا الذهبي المحمر نوعا ما. لخاطر معروف انه الحاجه كي تتقلى نقلبوها ولا نحيوها من الزيت راح تكمل الطيب، يعني راح نقلبوها ونخليوها راح تكمل تحمر وحدها حتى نتحصلوا على اللون المطلوب. يعني اذا حبيتوها صفراء راح تخليوها صفراء تحبوها هذا اللون، كيف كيف تحبوها حمراء بزياده راح تحمروها بزياده. المهم النار ما تكونش قاويه باش ما تحمرها لناش من برا وتبقى لنا نيه لداخل، وما تكونش ناقصه باش ما تتشرب لناش الزيت. وكما راكم تلاحظوا يعني مع نحي الحبات اللي طابوا نلوح مباشره الحبات اللي راح نزيد نطيبهم باش الزيت هذاك ما يتغيرليش درجه الحراره تاعو. دائما مع ورق الزبده نحيوه مباشره. اما بالنسبه للحبات اذا راح ترمدوهم في السكر يعني مع تنحيوهم مباشره راح ترمدوهم في السكر. كاين واحد الاخوات دائما يسالوا يقول لك انا كي ندير في السكر ما يشدليش، راهو على حسب النوعيه يعني نفس الماركه لكن نوعيه السكر كل مره كيفاه تجي، مره تجي رقيق مره يجي خشين، كل مره كيفاش يجي. انا هذا الخطره جاني خشين يعني ما جاي يشد بالسيف. وهمنيك الدونات تاعنا في شكلهم النهائي كما راكم تلاحظوا، انا حبيت نزينهم بهذا التزيين يعني سكر عادي سكر مسحوق وشوكولا. تحبوا تذوبوا شوكولا تغمسوهم في الشوكولا البيضاء السوداء كيما تحبوا نتوما، ديروا طليه يعني راح يكون اختيار ليكم نتوما. تقدروا حتى تقسموا الحبه وديروا فيها المربى ولا شيكولا ولا كيما تبغيو نتوما. وهم لي كيفاش يجيو من الداخل، يجيو هايلين البنات، يجيو مقطنين وهم شاربين الزيت. نتمنى انه وصفتنا لينا اليوم تكون نالت اعجابكم، واهم حاجه انها تجربوها وتعجبكم، واكيد في انتظار تطبيقاتكم تبعثوهم في الانستغرام ولا تشاركونا بهم في الصفحه الخاصه بالفيسبوك، الروابط في صندوق الوصف. هكا نكونوا وصلنا نهايه فيديو نهار اليوم، مابقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم ونتلاقاو في فيديوهات جديده ان شاء الله. مع السلامه.